مرحبا بكم، أنا مدرسة واسمي دان بي، وجئت هنا لأعلم الرسم للأطفال من مختلف أنحاء العالم، وسأكون معكم في محاضرات من الآن وصاعدا، ودائما سأقص عليكم قصة قصيرة قبل ما نبدأ الرسم، ولكن عليكم تذكر هذه الأجزاء دائما لأنها أجزاء متصلة من المحاضرة الأولى حتى المحاضرة الثانية عشر. لذلك اليوم سنستمع للجزء الأول. إذن هل ننطلق في رحلتنا معا؟ أنا شجرة سليمة وقوية، ومن الجيد أن ينقضي الشتاء ويأتي الربيع. الشتاء بارد ولكن الربيع دافئ لدرجة تجعل مزاجنا جيد، وحينما يحل الربيع تنمو أزهاري وردية اللون وتسقط وريقات أزهاري متطايرة في الهواء، ومني تفوح الروائح العطرة. لذا هيا نرسم شجرة من شجرات الربيع. هكذا نرسم جذع وفروع الأشجار. ثم نرسم فروع الأرق. ونرسم أيضا الأرض. ثم نرسم أوراق الأشجار مثل الموجات هكذا. ثم نرسم تموجات الشجر. بعد ذلك نرسم وردات الشجرة بأشكال دائرية باللون الوردي. ويمكنكم رسمها باللون الذي تحبونه. هيا نرسم أيضا تعبير وجه لهذه الشجرة. وبعد ذلك نعد أدوات الألوان المائية. ونلون أوراق الشجر أولاً. ،
ونجرب خلط اللون الأصفر أيضاً. وبعد ذلك نغسل الفرشاة ثم نلون الأخشاب. نلونها باللون المناسب لها. ونلون الأرض أيضا. ثم نجرب خلط اللون البرتقالي بشكل خفيف. ثم نغسل الفرشاة مرة أخرى، وهذه المرة أيضاً نلون السماء. وسألونها باللون السماوي الذي تتخيلونه. وإذا أضفنا الماء أكثر تكون السماء ناعمة أكثر. دلكوا بنعومة هكذا. تأكدوا من جفاف الألوان المائية ثم نلون فوقها.
وهكذا اكتملت يا أصدقائي. كيف كانت محاضرة اليوم؟ قصت علينا الشجرة قصة، لذلك أنتم أيضاً ارسموا شجر الربيع مليئاً بالقوة، وسيكون جيداً أيضاً حتى إذا لونتم بأي لون آخر غير الوردي. ترى ما الحكاية التي ستكون معنا في المرة القادمة؟ هيا نتقابل الأسبوع القادم بقلوب متطلعة. إلى اللقاء.